رجعنا لكم حلقة جديدة حق طبختنا أكلاتنا الشعبية اللي متكررة معنا كل يوم طبق جديد. أول شيء رحب بنتي سعاد، شخبارك؟ الله يسلمك عشان ما نساك. وبعدين برد أهنيهم بالقرقعون، كل قرقعون إن شاء الله وأنتوا بصحة وسلامة. أكيد اليهال استانسوا واللبسوا وهيصوا على ما يقولون. شخبارك سويته؟ تمام الحمد لله. قرقعت قرقعت. انت شخبارك؟ الله يكون يا هالوايد. والله الاهل اول ممثل الحين متمدنين الخدمات والياهال كلهم السياره ويدرون فيه. والله حق الامان احسن، يعني حق الامان احسن، لكن الاول بعد غير ظلام والناس ما تنتبه واللي طالع مسرع وشي احسن لهم في السيايير. خلنا نقول اليوم طبختنا هي يريش بربيان وخثاق، وبقول لكم شن هي مكوناتنا. تقريبا عندنا 3 قلاصات يريش، وعندنا طماطتين، وعندنا جلجلان وليمون اسود وشبث وثوم وملح وبصل اخضر وبقدونس، وعندنا ماش وبزار المخلوط المشكل اللي هي كزبره عباره عن جلجلان ناشف وبزار وبزار اسود ورق غار وليمونه، وعندنا تقريبا 1/2 كيلو خثاق وكيلو وربيان. انا البصل قطعته وحطيته في الجدر، تعرفون ما في حلاوه بنسوي بعد صح؟ اي بنسوي حلاوه، نسيت قدمتك ونسيت الحلاوه، لازم ما انسى شيء. انا حلاوه بدل الحلاوه. اليوم حلاوتنا يعني هي حلاوه محلبيه، بس المحلبيه كلنا يعرفها، لكن اليوم حبيت ان احنا نغير. اليوم محلبيتنا بتكون على جح وعلى شمام. وهذه اليوم طبختنا ان شاء الله. الحين انا حطيت البصل قطعته وحطيته على اساس انه يمه ابتدي قطعي، لان الريال الامس يا حليله شو اسمه محمد اللي اتصل يقول سعاد ما تقطع شيء يبي ينتقم منك. قصص لنا الحين ام الطماطم. عاد في اليوم يتصل يقول قطعت. اي بعد اليوم بعد البصل ما خليناك تقطعينه، خلينا لك شيء ثاني، ندري بش تتعبين. لا عادي يمه. أنا بحمسه لين يصير حمار البصل. دائما أنا يعني على الطريقة إن أحمس البصل حق الأسماك كلها. ما أحب إني أحط الزيت أول. أحب إني أحمسه لين يصير حمار. أقصه مكعبات يمه؟ إي عادي ترى. وعقب بديتش بتستلمين لي بس الخثاق تقصصينه لي شرايح. سويتي في القرقعان؟ اوكي كل شيء كان الحمد لله حلو واستانسنا. الحمد لله الله يعود علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. طول بعماركم يا ربي ويخليكم لنا. الله يسامح. احنا ترى للحين نقرقع. شوفي ايه زينتنا كلها قرقعون. ايه للحين في ناس القرقعون، للحين الناس تحتفل بالقرنقعو. اليوم النص إيه؟ امس ليله القرنقعو واليوم القرنقعو. ايه لان ناس وايد كل يوم يروحون بيت حد صح، تعرفين ما يلحقون، يوم عند ذي يوم عند ذي، فما يخلص القرنقعو. لحد الان الناس توزع قرنقعوها. يما اسم قرنقعو يعني عشان الحلويات يعني، ولا ليش سموها قرنقعو؟ والله ما ادري. ولا على الاغنيه قرنقعو يعني يمكن ان الحلويات المخلطه ولا بتقرقع. لا ولا كانوا يمكن قديم ان يطقون بالحصى. ايوه يمكن لها صوت، يمكن عشان الصوت. بعد انا قلت شيء ما يمكن. خلينا نسال، بسال انا ان شاء الله ونحصل جواب. بس شيء مطماط بس يما امس كلمتني في عندك اتصال. ايه عندك اتصال. هلا مرحبا يبا، معنا حسن من البحرين. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. خالد شلونك ابوي؟ الله يسلمك الله يعافيك. سعد شلونك ابوي؟ تمام الله يسلمك. بس ابو ام خالد بس انت سالتك عن يريش نقعتيه، والله شلون الله يسلمك؟ انا الله يسلمك حمسته لين صار حمار وبعدين نقعته، عشان كل ما تنقع كل ما لونت عندي الحبه، تعرف انه هو ترى هو حب هريس ومجروش، فكل ما كان عندي منقع كل ما كانت احسن. حمسته عشان انا ما ابي اسوي مثل المضروبه، ابي اسوي مفلفل مثل المكبوس نثري يعني. اه كذي ايبه.
يعني تحمسينا قبل يعني تحمسينا وايد ولا شوي؟ لا يعني لين يتغير لونه، هو ما هو كل ما نضى بخف عندك والواحد يحمس، هو اول ما بتكتف الطابه بيكون انه هو ثقيل وعقب بخف بيصير خفيف. اي والنقعه واذا حق مضروبه يبقى مضروبه الريش ما يحتاج نحمسه، بس النقعه ونخلي. الله يرحم والديك يا ام خالد. الله يسلمك يبا، الله يزيد خير. يحرم والديك عن النار ان شاء الله. الله يطول عمرك يبا، الله يسلمك. شكرا على اتصالك يبا، شكرا. نشكر حسن على الاتصال. يما هو الريش له انواع؟ اي والله، بس يعني للامانه انا استخدم دائما ريش قطع. ايوه يعني بالذات. لا اقصد كشكل، يعني في يعني مثلا الطحين، في طحين اسمر وفي طحين ابيض. لا بس الريش هو حبه الريش. ايوه بس بكت شوي ماي. اقول لك ما امس واحده تواصلت معي اسمها مهر المالكي، كانت تبي تعرف طريقه المراصيع. اي ان شاء الله. المراصيع امي ممكن ان انا اقولها لها. ايوه المراصيع امي هو ده تمر مريس، تنقع التمر وتعين بطحين رقم 2 بس امي تقلي عادي وتحط عادي، هي تبي هيل زعفران ماي ورد، ممكن تحط اذا حبت تحط بيضه، اذا ما حبت بس هاي المراصيع الاولي يمي. يعني هي نوع من انواع الخبز ولا شلون ياكلونها؟ كنها القيمات قرصات كذي. أيوة هذه المراصيع. ان شاء الله تكون مهره معنا ان شاء الله، وان شاء الله طريقه تحضيرها اذا كان عندنا وقت ممكن ان احنا ان شاء الله نسويها نقدمها ان شاء الله. الحين امي قصصي لي بس الخثاق. الخثاق ايوه طبعا الخثاق ما سلقناه صح؟ سلقته اي عشان تروح عنا الاصفار. اعطيني هذه امي كلها. ايوه الحين انا بضيف بس الدهن. شلون تبين اقطع يما؟ شي؟ حطيت الحين الدهن يما. زين شي؟ لا مش رايح امي طويله، خلي تبين شرايح طويله؟ ايوه. الحين عقب ما حمرته صار عندي شوي حمر، حطيت الزيت عليه عشان انه يطلع لي، اللي حطيت البهارات طلعت ريحه، لان البهارات كذي مع الحمسه ما تطلع ريحه، لازم اني اضيف زيت معاها. اول شيء بحط هذه اللي هو ورق الغار، ورق الكاري ما عشان اي ورق الكاري يسمونه عشان تعطينا ريحه، وهذه ورق الغار والدارسين والفلفل الاسود والهيل، هذه ملازمين طول الشهر اصدقائنا. ببتدي هاي بعد امي تقصيها لي شرايح، ابتدي احط الحين الكمون المطحون اللي هو السنوت، بحط الكركم وبحط الليلان والفلفل الاسود المطحون والبزار وشويه هيل كله مع بعض، وابتدي اقلب ياخذ بس البصل ريحه، وابتدي احط الثوم. اعطيني اياها امي. حطيت الثوم مع ان عاشه من الوكره. السلام عليكم. هلا والله. عليكم السلام. يعطيكم العافيه. الله يعافيك حبيبتي. تفضلي شيخه. اهلين مرحبا. السلام عليكم. هلا والله. عليكم السلام. معانا انت على الهواء ان شاء الله حبيبتي. يعطيكم العافيه. شلونكم ام خالد؟ الله يسلمك حياتي. الله يعافيك. مبروك عليكم الشهر ان شاء الله. يعطيكم العافيه اللي تسوون لنا. الله يسلمك وديت قلبك. هذه يما اتمنى انك تسوي لنا العيش المودم ان شاء الله. ابشري. الله يسلمك يما، بشرك الله بالجنه. يعطيكم العافيه. الله يعافيك حبيبتي. الله يعافيك حبيبتي. ومشكور على اتصالك اختي عاشه. مشكوره يما، ان شاء الله نسوي المودم. هاي ترى وايد الاكله حلوه يعني انا وايد احبها. اي
المقدم فيه على لحم على سمك على ربيان على حامور، بس ان شاء الله نحاول اللي هو يقصدون فيه مال عيش العزايم صح؟ اي بس يستوي على كل شيء امي. فديتك اعطيني امي الربيان ان شاء الله. طبعا ما هي سلقينه؟ اي طبخته مسلقه طبخناه عشان ما احب يطلع الماي في الجريش. مرحبا راشد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليكم، ما تبقى من الشهر. الله يبارك في عمرك ويعودك على السنة وكل سنة إن شاء الله. الله يجزاك خير يا أم خالد، وأسلم على الأخت اللي معك. أهلين سعاد. سعاد. أبستلش الجريش هذا ممكن أحط يعني لو ما بقى أحط لحم ولا أحط شيء يعني لازم احط لحم ولا عادي يعني بدون لحم الجريش يعني؟ لا يبقى عادي، احنا سويناه على لبن. تبي تحط دجاج لحم ربيان؟ يقصد بدون دوم. بدون دوم تقدر يا يبا، تقدر تحط تسوي تحط معاه اي شيء تقدر عادي. المهم مشكورين على هالبرنامج الرائع. الله يسلمك. العفو اخوي، مشكور على اتصالك. شكرا على اتصالك. يما يقصد يمكن نحط مرقه الدجاج او مرقه اللحم ونسوي عليه بدون ما نحطه دم، حتى البصل والطماط والثوم وهاي الاشياء. بعد يريش الاولي، انا قلت ليش الاولي اليريش ما عندهم مساكين يسوونه على شخال اللبن، يعني مو باساس انه لي دم فيه. لا بعد امي اللوميه شرايح صغيره. يريشنا اليوم سي فود. إيه؟ هاي ما سي فود اليوم. نقدر نحط بعد محار وهالسوالف كلها؟ محار يعني كل شيء سمك في يعني. شوفي الحين لو انت بتسوين على سمك بيتفتفت. لا اقصد يعني مثلا هاي روبيان خثاك في هاي المحار. ايه انه يبين يعني في اليريش. ايه في نفسها يما اكله ايطاليه بس ما يحطون اليريش، يحطون العيش يسمونها ريزيرتو، نفس الطريقة يعني. اي هالشكل. اقص لك هاي من النص؟ هذه بعدين. خلني احط هاي اللومية، اللومية علشان الريحة تودي ريحة الزفر. اي. خلني بس اقطيه. مرحبا ام احمد. ام احمد حبيبتي انت معانا على الهواء؟ الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا مرحبا. هلا مرحبا. مرحبتين أمي حبيبتي. والله حبيت أسألك أمس عن الخبيصة. إيه أمي. سويتيها ما لحقت عليها يعني، بس على طحين هي ها ولا على؟ إيه على طحين حبيبتي. إيه. على طحين. إيه. والله زين حبيت أمي رغمك الخافضة ممكن. عادي حبيبتي، بيعطونك إن شاء الله يعطيها هناك. الله يسلمك. الله يسلمك حبيبتي. مشكورة. إن شاء الله بعد الفاصل راح تشوفين المكونات في أسفل الشاشة. خلونا نطلع فاصل وارجع مع أمي أم خالد. خلنا نحط ماي نحرره علشان لو رجعنا يكون الماي عندنا حار. رجعنا لكم حبايبنا عشان نكمل طبختنا. الحين بضيف عليه الليمون الاسود. سويت لك شيء كم من حبه؟ حطي كم من حبه بس وطولين امي الشبث والهذي. حطيهم عادي بيذبون. احطهم شيء؟ ايوه بس؟ اي بس. اعطيك الشبث والكزبره؟ الشبث وكل حاجه امي. بسم الله. كله؟ مرحبا معنا مروان.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليكم الشهر. علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. والله بس لو سمحتي بدي أسأل عن الساقو. الساقو. الساقو وإن شاء الله أمي. إحنا أمس سويناه. الساقو بس يبي له نار هادية، يعني تاخذ كوبين سكر، كوبين صغار سكر وتحمره وتحط عليه تقريبا 3 ماي ولا 4، وبعدين تاخذ كوبين ساقو بنفس اللي قسب السكر، تاخذ الساقو وتصب فيه شوي ماي، ليه طبخ عندك السكر اللي هو عقب ما تحط فيه الهيل والزعفران وماي الورد والدهن، تكت الساقو بس وتخلي على نار هادية. دائما ان الساقو ما يحتاج يعني هذي، لان احنا هنا تعرف الوقت عندنا لازم يبينا نار هادية بس، وتخليه وكل بين فترة وفترة تقلبه. هذه الساقو. الله يحييك. الله يسلمك. شكرا على اتصالك. بقى موجودة مكونات الساقو في اسفل الشاشة. الحين بس بصب الماي. صح؟ بعد يبي لنا خلنا نزيده بس في طماء احنا. تبين هني بتسخنينا؟ لا بس بسخنه هني وبحطه على العين ذيك. هذا اللي نحتاج له. شي بيكون مجاز الحين بس عقب تحطين عليه الريش. اي بس كذي يكون مجاز. الحين تقريبا هذه جاهز. وانا ما سالتيني ليش ما حطيت الماش معه؟ الماش لان احس انا لو حطيناه من الحين بيذوب. ايوه لازم اخر شيء. لا انا يعني من تجربتي دائما ان اذا حطيت الماش بعدين لين يتانشب. انا يعني اول الحين قمنا نسوي الماش عاده مع الربيان. أيوة. والعيش يسوونه موش. اي هالمره انا غيرت سويته مع الريش، ففحته قبل. أيوة. لين صار نص فوحه. ايوه الحين لين ينضف برد ابتدي بحطه عشان لين تشبت ما يختفي. ما تختفي يعني ما تكون مختفيه. ما تكون مختفيه. نسوي الحلاوه؟ يلا نسوي الحلاوه. شجيب لك ما؟ يبي لي اكيد هاي نشا صح؟ اي بس نبي ماي سكر. ذي شوي وذي شوي. السكر والنشا احس ان هاي اللي بتستعملينهم. اي بس. بس ما تبين الصبغه؟ لا بعدين. اول شيء لازم نبي ماي شويه. نبي ماي شويه. نبي ماي امي شوي بس ان شاء الله. ازيد الجنين. ايوه يبي لنا من هني الماي. اوكي وهاي وين احطها؟ لا نبي ماي شوي بس. الله يعافيكم. اعطونا زيد من ذي وذي نخليها تسمن. الحين ايش بنسوي؟ نبي نزيد شوي الماي بس. زين نزيد من ذي بعدين نسوي هاي؟ ابيهم عشان يسخنون. انا سمينا هاي ام الحلاوة. هذه حلاوة امك نورة. حلاوة ام نورة يعني انت مخترعتها. اي نعم. يعطيك العافية. نشا سكة. نشا هني احطها؟ بس لازم احركه عشان ماي. عشان ماي ما يكلكع. مو بوايدة عشان حق هذه بعد شوي عشان بنزيدها بعدين بالعصير مال ال. بس شوي عشان ابيها غليظه كلش. كل ما غلظت كل ما قدرت اتحكم فيها بعدين. تحط في الثانيه؟ لا الثانيه لهم. ايه نبي لها. هذه طريقتي انا في المحلبيه. شوف خلي عنا. حط السكر الحين ولا؟ ايه حط السكر الحين. بحط فيها السكر اخاف انه ما
الحين ما حطينا نشا بس وموي صح؟ ما راح تحتاج حليب؟ لا بس الحين براويك شلون امي الطريقه. زيد الماي؟ اي زيد هاي شويه بس. بس؟ بس. نبي احنا خلنا نشيله عشان بعدين ما نقدر نحط فيه الطبخ الماي. لازم ما يسخن عشان هاي ما يتكتل. عشان ما يتكتل. حركة عنك يما. يلا. ننطر الماء يطبخ يما عشان نكتل يريش صح؟ نكتل يريش ايه على طول. خلني انا احرك ذي. طب انت ما تحركين ذي. النشا هذه نشا وذي نشا بس الذوب عندنا شوي خلينا نحط هاي فيه سكر. حط السكر بس في هذه هني ما نحط سكر. حطيت سكر. حطيت ايه. يعطيك العافيه. انا اكيد الشمام خدته وقطعته. أيوة. وطحنته في المطحونه في القلاص. والشمام ولا الشمام والجح. شمام والجح. بطيخ. أيوة. بطيخ. اي واحد فيهم بطيخ؟ الشمام. الشمام. الشمام هو البطيخ. البطيخ والثاني. أيوة. الجح. احنا نسميه شمام بطيخ وبلاد في بلد من العربي يسمون الجح بطيخ. ايوه احنا نسميه يح. ايوه ايه يعطيكم العافيه. الله يعافيك. معنا احمد من السعوديه. السلام عليكم. هلا احمد. كيف حالك؟ عندك الله يسلمك. عال صوتك الله يخليك. كيف حالكم خالد؟ الله يسلمك. الله يعافيك يبا. وشلونكم؟ الله يرضى عليك يعطيك الصحه والعافيه. والله والله معجبين ان شاء الله ام خالد الله يرحم والدينا. الله يسلمك. شو يقول مجد الطبخ؟ انا البخاري ان شاء الله. المندي شلون طريقته؟ عاد هاي اكلكم البخاري والمندي. ايه المفروض انتم تعلمونا. لا نبي طريقة ام خالد. ان شاء الله. عندنا طريقة هي ما عرفناها. خلاص. ان شاء الله. ان شاء الله. المندي احنا ما نحط فيه طماط بس نقطع البصل ونحط لي دام كان اذا كان لحم قبل ولا عيش خاص يعني بالمندي ونقطع البصل ونحمسه ونحط المطيبات كلها. وبعدين الله يسلمك اذا احنا فايحين لحم يعني طابخينه نصب نكت على اللحم وماي اللحم ونخليه يطبخ ونكت فيه ونحط فيه الله يسلمك اللي هي معجون الطماط شيء خفيف. وبعدين نحط العيش اللي هو الرز وبعدين نبرش جزر. طيب الرز وش هو؟ اي رز يعني؟ لا 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 رز خاص به. رز معين حق البخاري والمندي. خاص به يعني. مش شو؟ لا خاص به. في ايش اللي هو الرز معين حق البخاري والمندي. وي وش هو؟ طيب وش هو؟ كذا نوعيه كذا ماركه يعني لما انت تروح تاخذه تقدر تقول لهم ابي رز خاص حق البخاري او المندي. وعندكم انتم بكثره اصلا في السعوديه. طيب المكان اللي حط فيه قدر ولا حاجه خاصه يعني؟ لا يعني اذا بتسوي انت على البخار شيء ثاني في لها ادوات خاصه. اذا بتسويه بطريقه البيت ولا ما عندك انت هاي الاشياء تسوي فيه جدر عادي وبعدين تاخذ اللحم وتحط اللي سلفرت حطيت العيش حطيت الجزر تاخذ سلفر من فوق اللي هو القصدير وتحط اللحم في النص وتبطط السلفر وبعدين تخلي يعني ماي اللحم يقطر على المندي. يعني لازم جدر خاص. في له جدر خاص انا اقول لك بس اذا بتسوي في البيت يعني بعضهم ما عنده هاي الجدور ممكن انه يسوي بذا الطريقه يعني ما يعطل نفسه. شكرا شكرا ام خالد يرحم والديك ان شاء الله. الله يسلمك الله. شكرا على اتصالك. شكرا احمد على اتصالك. ويما هذه غلط هذه الحين. الحين انا ذي عندي غلط بعد يبي له شويه. مرحبا معنا عبد العزيز.
السلام عليكم أمي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو أخبارك أمي؟ الله يسلمك أمي. بارك عليكم الشهر وأنتي الأخت سعاد. علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. أختي الله يسلمك أمي، بسألك عن الجريش، ممكن أبدل من الربيان حق أي شيء ثاني؟ عندي حساسية. أي شيء يبا، أي شيء تبي تحطه فيه، لحم، دجاج، أي شيء يبا، أو يدام يعني، ما يفرق معاك يبا. إيه لأن أنا شفتك قبل شوي أنت حاطة مسميته جريش الربيان. إيه ربيان وحساس. يا مرتالت الوالدة قالت لي أنت ما تقدر تأخذ الربيان، عندك حساسية من الربيان. يمي حط دجاج، حط لحم يبا، أطبخ اللحم قبل وعقب سوي مثل طريقتي يبا. زين مغير الدياي شاخذ الصدور ولا الأفخاذ؟ إذا أنت يبا ما تبي دسم يعني خذ الصدور وقصصها مربعات واستخدمها حبيبي، بس هذه هي. مشكور أمي. الله يسلمك أبوي. هاتش عندك غلطات غلط حطيها. شكرا عبد العزيز على اتصالك. وليريش تقدر تسوي بأي ودام يعني دياي أو لحم أو سمك. حطيتي عليهم ما؟ الحين حطيت اللي سويته سعاد غليظ، وانا ذي عشان بفصلهم ثنتينها. يلا برزيها الحين بنحطها مره ثانيه. جيبيها. لا يبيها الحين. سؤال الحين شو الحكمه؟ احب تشوفين عشان بعضهم تقدر تتحكم في سمك الحلاوه اللي احنا بنسويها. ارد احطها على الضوء؟ لا خلاص، هذه عندنا الحين اللي هو الشمام، طحناه في المطحانه ولا في الجلاس ولا في اي خلاط. وهذه عصير الجح كله فرش يعني ما ناخذ شيء؟ لا ما يبي، حطه في الخلاط ونخلطه. الحين بس بخلطه انا في ذي. ثاني ما شاطيت الحين اعطيني البلاصات امي تحت. هذه كذي خلصت، وهني عندي ليح نفس الشيء أضيف عليه. الحين بعطيك المهمة، بروح أشوف أنا ذا. يلا أمي حطي في ذي وفي ذي. كذي تقريبا خلصنا. أنا مجهزة بعد. يما في هني هاي مو بحطتها الحين؟ حطي في القلاصة، في قلاصة البطيخ الشمام أمي. هاي إيش الحين ماما؟ هذه بعدين. بعدين بس هاي إيش إنه الحين صوص إيش؟ هذه صوص ورد. صحيح. شراب الورد. أيوة. أعبيهم يما كامل؟ أيوة أعبيهم. أعزائنا المشاهدين خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم نزين الشمام والجح. رجعنا لكم حق طبختنا، وأنا من قبل مجهزة لأن تدرون الجريش يبي له وقت. فهذه النهائي عقب ما حطيت الجريش، بس أعطيني ملاس. أنا ما حبيت إني أحط الماش مثل ما قلت لكم، فأحين بضيف الماش على الجريش. الماي لازم يكون شوي ماء عشان الريش يطلع ليه برد بفلفل.
احط حطي مو بكله شوي شوي لين انا اقول بقى عشان اقدر. ايوه ازيدك. ومثل ما قلت لكم انا محضره اليريش من قبل يحطي عشان يبين. لان اليريش كبيره وقت عشان تجي انت واحد من البيت جاهز لهم من البيت يعني انا هني طبخته. ايوه طبخته في الاستوديو وخليته جاهز عشان هني اليريش مثل ما قلنا لكم هذه هو بيكون طبق يعني استوى بس اخليه شويه زين ما نزين ال ايوه في هناك عندك بارد ان شاء الله انا محاضره عشان نسوي بس واحده قدامهم. ايوه ولا لازم يجمد اول؟ اي لا في واحده انا مسويتها بس هذه البطيخ ممكن تقعد داخل ونصب عليها. هذه لذيذة. إيه هذه أنا بعد سويت قلت له ممكن إن إحنا نسوي الجلي على طريقة على الجح. الجح اللي هي القفشة مالت الآيس كريم. إيه لا ما ليش صار إيه جلي هو. جلي أنا إيه. حبيت إني بعد أروي المشاهدين حبايبي بناتي يعني حق الطريقة السريعة ممكن إن إحنا نسوي كوار الجح ونصب عليها الجلي وتكون. الحين فطمات زين عندنا بنتي سعاد ممكن احنا نروح تقرير ونشوف فوائد الفواكه. تعتبر الفواكه على حالتها الطبيعية ذات قيمة غذائية عالية لأنها من الأطعمة المعتدلة في سعراتها الحرارية والعالية في محتواها من الفيتامينات والعناصر المعدنية، لذا ينصح الأطباء بتناول الفواكه في شهر رمضان المبارك لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء وتمنع الشعور بالعطش خلال فترة الصيام عن الطعام خلال اليوم. وتشير بعض الدراسات إلى أن الفواكه تعتبر من السكريات البسيطة ويجب تناولها بديلاً للحلويات والأطعمة الدهنية، وهذا يساعد في المحافظة على الوزن الصحي إلى جانب ممارسة النشاط الرياضي خلال الصيام. تعتبر الفواكه والخضار من الأغذية اللي قل تناولها في شهر رمضان، وذلك لتركيز الكثير من الناس على تناول الحلويات وعدم كفاية الوقت لتناول الفواكه. من أهم الفواكه اللي علينا نركز عليها خلال هذا الشهر الفضيل الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون لاحتوائها على فيتامين سي، واللي أثبتت آخر الدراسات أنه يساعد في خفض معدلات الضغط العالي، وما ننسى دورها أيضاً في تقليل مستوى تراكم دهون البطن. وبما يخص الموز يحاول الكثيرون الابتعاد عن تناوله لاحتوائه على سعرات حرارية عالية والسكريات، إلا أن فوائده أكثر مما نعتقد، فهو يحتوي على البوتاسيوم والألياف اللي تمنع فقدان الماء بشكل سريع خلال النهار. أما العنب وهو من الفواكه الحلوة الطعم واللي تمد الجسم بالماء ويلعب دور في خفض ألم التهاب المفاصل والمحافظة على صحة القلب وإمداد الجسم بالطاقة. وأخيراً البطيخ الأحمر يمد الجسم بالطاقة والمواد الغذائية وهو اللي يحتاجه كل صائم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، الأمر اللي يجعل منه فاكهة فعالة لتسهيل حركة الأمعاء والشعور بالشبع. يعني من الثانية إيه؟ أشيل بهاي؟ إيه وقطي بالثانية وأنزل بالثانية. أوكي زين يما قشطة طبعا قشطة و هاي الكريمة الكريمة البودرة. أيوة البودرة. مرحبا معنا العنود حياك الله حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يما؟ الله يسلمك. بغيت اسال على اسمه الجريش، انت قلتي نخلي دقائق قبل ما تطبخي كم دقيقه نخليه؟ شوفي كل ما نقع كل ما عطتك نتيجه اكثر،
يعني خلينا نص ساعة أيوة قبل لا تطبخين تنقعينه قبل يعني خليه تقريبا نص ساعة ولا نص ساعة تقريبا إيه زين داخل الفرن؟ لا أمي ليش تدخلين الفرن أنت بتسوينه كم طيب في الفرن يعني ما فهمت ما فهمت لك حبيبتي عيدي مرة ثانية تقصدين ندخله في الفرن ولا نحطه؟ لا لا هو يطبخ فوق الفرن صح؟ إي فوق الفرن زين نخليه نص ساعة لا تخلينا لين ما يستوي نشف كذي بهذه الطريقة حبيبتي ها زين بتسوون طبخة غيرها اليوم؟ لا الحين سوينا الحلاوة وقرب يخلص اصلا البرنامج مدة البرنامج اوكي اصلا البرنامج حلو كل يوم اتابعه يلا تابعينا بكرة ولا يوم الاحد طول الشهر رمضان ان شاء الله نكون متواجدين يعطيك العافية حبيبتي يما شاحط شكرا لعنود الحين امي حطيه رشي شوي بذي وهذه حطي عليه الفستق بكره لا تنسون موعدنا مع حلقه النقوه اخترنا لكم افضل الاطباق اللي قدمناها هالاسبوع ان شاء الله تشوفونها بكره في نفس الوقت يما شي كفايه ولا زيده بس امي كزينه بس وذاك فستق يعني بعدين نقدر نحط هنا حبة جح ولا كرز ولا شيء صح؟ أي شيء إيه. الحين تقريبا استوت طبختنا بس ننطرها شوية معنا أم محمد السلام عليكم هلا والله عليكم السلام شلونكم الله يسلمك حبيبتي مبارك عليك الشهر علينا وعليكم بغيت أسأل أمي أنا دائما أسوي الرز يجي معجون ما يصير كذا مفلفل لا تصيب لا تكثرين الماي خلي الماي قليل يصير قاسي وأعد أزيد ماي حار أزيد ماي حار برضو يجي دائما معجون ما يجي مفلفل كذا لازم تقلل الماي يعني كمية الماي خليها شوي على أساس العيش لما تطبخينه ما يصير لين خلي المسافة عادة أزيد ماي حار لا لا اذا انت ما تقدرين تحكمين زي وانت تطبخين شيلي من الطبخه نفس الماي خفي من الماي خلي عندك لان صار يابس رشي من نفس الماي اللي عندك لا تزيدي ماي حار انزين انزين اي سلمتك يلا شكرا على اتصالك شكرا حبيبتي شكرا هي تقصد ان الماي اذا كان وايد يصير هميج ولا ايضا جدرها صغير وتراعص عندها أيه تطلع حبه ناضيه لازم يكون الجدر وسيع على أيوة اساس انه ياخذ راحته الطبخ اشيل الجدر اي ما شبعنا هاي ريش السيفود اليوم طبخنا لكم يريش على الماش والماش أنا ما حطيته في اليريش عشان بانت حبته عشان ما تنضى وتختفي ومع الخثاق والربيان على ما قالت سعاد واليريش ممكن على اي شيء اي دوم عنده اللي يمكن هذه مثل ولدنا اللي اتصل أيوة. يقول ما ياكل ربيان ممكن انه يسوي على لحم ولا على دجاج اي دوم هو يبي ممكن انه يسوي ممكن يسوي خالي على حمسه مع خضار يوم انتم قبل يعني كنتوا تسوونه على خثاق ولا على شنو تطبخونه اليريش لا على ربيان يابس اكثر شيء ربيان يابس اي بس يبين صح الربيان اليابس يتم أي. يعني أي. الأول على ربيان يابس الجافة ايوه خلنا ما نحط عليه دهان وشي ولا لا بس ما يبي له دهان في هني عندك بصل انت جايبه اودي الجدر خلاص اي بس ذري عليه شوي بقدونس ان شاء حط بقدونس يما في الوسط عشان ينثر عليه ينثر عليه مع البصل الفلفل اليوم اخترنا لهم احمر
عطني. هذه طبقنا اليوم، سوينا لكم يريش، وأشكر بنتي سعاد، وإن شاء الله تستمتعون به وتطبقونه، وإن شاء الله يوم الجمعة بتشوفون أطباقنا النقوة، وفي العافية.